أهلا ومرحبا بكم أصدقائي. هل لدينا جميعا مكتبات ونهتم بالقراءة والاطلاع؟ القراءة تقدم لنا عددا من الفوائد، منها على سبيل المثال الثقافة، تقوية معرفتنا باللغات، توسيع آفاقنا. نحن نتعلم من خلال الاطلاع معلومات لا حصر لها، ونتعرف من خلال القراءة على بلداننا وثقافات البلدان الأخرى. نتعلم الأشعار والآداب والعلوم، كل ذلك يقدمه لنا صديقنا الكتاب. إلى اللقاء.